هاي. برج بيزا المائل بإيطاليا هو من أهم المباني المعروفة عالمياً. أصل التسمية إغريقي وبيعني أرض المستنقعات. الهدف من بناء البرج كان ضمن مشروع ضخم بضم مكان لجمع الكنوز اللي جمعهم المغامرين، كنيسة، مكان للمعمودية، مقبرة وبرج عالي كان المفروض يكون الأعلى بزمنه. انحناء البرج أخذ وقت طويل بسبب طبيعة الأرض الطرية يلي فيها مي، ومع بناء الطابق الثاني بدأ قسم من المبنى يغرق، فحاول العاملين يعلوا العواميد من ميلة جنوب، ولكن مع بلوغهم الطابق الرابع ضل المبنى عم بميل وتوقفت الأعمال فيه لمدة قرن. مين قال إن الحروب كانت السبب الرئيسي لبقاء المبنى؟ لأنه التأخير يلي سببته لإتمامه خلى الأرض تقسى وتنشف ويبقى المبنى موجود. أنا قال بشوفكم بكره.